السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب الخير، معظمنا عارفين الدين أو فاكرين الدين إذا أنا بصلي بصوم بحج بعتمر بخرج زكاة المال بتاعتي هو ده الدين. ولكن أحبابنا الموضوع ده كله ده عمود من أعمدة الدين اسمه إيه؟ العبادات. طب إيه هو بقية الدين؟ بقية الدين المعاملات والمعاشرات والأخلاق. فما ينفعش اكون عندي دين وبعمل العبادات بتاعتي صح بس المعاملات بتاعتي مش كويسة، بغش بنصب اخد مال حد مش بتاعي اعمل اي حاجة ما ترضيش ربنا، يبقى ما ينفعش، يبقى ايه انا كده فاشل في المعاملات هتحاسب عليه. وبعدين في عندنا في الدين كمان المعاشرات، ازاي الواحد مع اهل بيته مع جيرانه مع زمايله في الشغل مع الناس اللي بيعرفهم هو معاهم شكله ايه، ازاي المعاشرة معاهم بما يرضي الله ولا لا. هنتسأل على كل ده، مش هتسأل بس على الصلاة والصوم والزكاة، لا برضو هتسأل انا المعاملات بتاعتي شكلها ايه والمعاشرات بتاعتي شكلها ايه. وفي الاخر احبابنا رابع عمود في اعمدة الدين اللي هو الايه الاخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، انا زعيم بيت في اعلى الجنة لمين؟ لمن حسن خلقه. وربنا سبحانه وتعالى زكى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، وانك لعلى خلق عظيم. فازاي احنا ايه نجتهد ان احنا نحسن اخلاقنا عشان تتحسن المعاملات بتاعتنا وتتحسن المعاشرات بتاعتنا والناس تحبنا ومحدش يزعل مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.